ميديا لاين تقدم النجم أحمد عز في السندباد عماد السندباد عماد السندباد عماد السندباد عماد احكي يا سندباد قل لنا عالأمجاد من أول بالقاس وفي كل البلاد احكي يا سندباد قل لنا عالأمجاد من أول بالقاس وفي كل البلاد. السندباد عماد بطولة زينة، النجم صلاح عبد الله، سامح حسين، طلعت زين، نادين سبع، وأحمد خيري. أمجاد إيه وبتاع إيه ومعايا معايا أميرة ورفعت بيه. أمجاد إيه وبتاع إيه ومعايا معايا أميرة ورفعت بيه. فئة وخط وغيرة وسرقة وقصة حب، إنما إيه. السندباد عماد، تأليف محمود البزاوي، ألحان وتوزيع نبيل علي ماهر، أغاني رشا البنا. السندباد عماد. وما عدلكوش وما قولكوش هدخل بصدري وقت الوحوش. اوعوا اوعوا يا غدا اوعوا، محدش يحوش. احكي يا سندباد احكي يا سندباد احكي يا سندباد احكي يا سندباد. السندباد عماد، اخراج حسين ابراهيم. الاستاذ رضا والاستاذ عماد. شفت اولينا نصيب يا عم من قبله، يلا بقى بينا. ادخلوا برجليكوا اليمين وهي كلمتين اتنين، قولولي وتسألوا عن مين. رفعت زين الدين غايب وعاوزين تجيبوه. لا مش القصد، يعني هو احنا يعني ولا مشغول وعاوزين تكلموه. رضا الله يحرقك، انت جايبنا توكيل موبايلات ولا ايه؟ مش بقى اسكت بقى وانت ساكت بقى. يبقى طفشان وعاوزين تردوه ولا حق مسلوب وعاوزين تجيبوه. يا عم رضا الله الحن عماد، عرفتك السهولة ولا يا عيني واحد كنتم مطفشينه واخيرا افتكرتوه لم تكتوه. والله سعادتك، يعني كل دول مع بعض غايب ومشغول وطفشان ونبوس ومسؤول ومطنش. ويا ترى سألته؟ ما احنا يعني جايين لك يا سعوف عشان نقول له ارجع، ولما نشوفه هنسأله. فين القطر؟ فين القطر وماسح بيه عرقه قرر الجدع وشغال وما كانش عويل. عايزون يرجع الأمم تانية دي عماد. اصرفوا يعني ممكن يا شيخ عوف يعني تعرفنا هو فين؟ يعني عايش ولا ميت؟ بياكل وبيشرب منين؟ عايش في وسطنا زي واحد مننا. يا سلام. شغال ايوه زي الصل، لا بيهدى
ولا بيك ال... ده العجل في بطن امه ده. لا لا مش هي دي، مش هي دي التانية، بقى حاجة تانية. يعني صاحب المنديل ده موجود وما خرجش بره الحدود؟ طب هو فين؟ في مصر؟ وكان ساكن في قصر. يا سلام يا سلام، شفت شفت يا سندباد عماد؟ قول يا عم الشيخ عوف. اصل هو يعني يبقى ابو خطيبته. ايوه ايوه يا سعوف، يعني جوازي بيها هو في اني الاقي ابوها، عشان كده عاوزين تتصل بيه علشان نلاقيه ونكلمه. شوف كده بقى يا عم الشيخ عوف، يعني تليفونه ظهر قدامك في القطر، هو زيرو كام يعني؟ لا اقدر اقوله لكم انه اقرب حاجه منكم هي ابعد حاجه عنكم. يعني انتوا اللي مش شايفين ومش حاسين ومش هقول اكتر من كده يا صحفيين. هو عارف ازاي ان احنا صحفيين؟ يعني بابي موجود بجد؟ الشيخ عوف بيقول كده. فين كشف الاسماء يا دي اللي جبناه من السجل المدني؟ موجود اهو. ايه ده كل دول اسمهم رفعت زين الدين علي؟ يا واد ما احنا هنصفيه. مش فاهم. يعني جوه مصر، وهنبتدي بالصعيد الجواني، وانت هتيجي معانا. حرام. طب انا قبل ما اجي معاكم انا لازم اقابل سي الشيخ عم عوف ده. خدني ليه دلوقتي حالا يا عمده. انا ما اعرفش اروح له. انا هوديك يا اميره. رضا. نعم. انا هدخل اغير هدومي يلا ونروح انا وانت. شحت مش مهم. انت اتجننت يا رضا؟ ايه خايف عليها يعني قوي ولا ايه؟ لا 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 طبعا، انا خايف على نفسي. من ايه بقى يا عم السندباد؟ انت ناسي اني قلت انها خطيبتي؟ انا اميره بنتك يا عم عوف، قصدي بنته يا عم عوف. وانا رضا بنتك. اسكت اسكت، انا عرفتك من عينيكي ومن ريحتك. بس انا ما تقاطعيش عم الشيخ عوف، اسمعي وخلاص والنبي. انا هموت يا رضا من الخوف، مش قادر احس. سمعك من سمعك. قابلت كتير منه ومش بعيده خالص عنه. هو اللي بعيد عني يا عم سعوف. ازاي بعيد عنك؟ هو من كام يوم كان جنبك، شايفاه وشايفك. يا حرام. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اسأل اللي ما جاش معاكي وبعدك، والكلام ده قلتهوله قبلك، ولو انتي مش واثقة فيه وهو مش واثق منك يبقى تسيبيه وبلاش تخطبيه، ولو انتي مش زيه وهو مش زيك يبقى ملهاش لازم اخطب. خطبتي؟ الله، هو انا هتخطب من مين؟ من واحد. يا مسيح. واحد من الاتنين الصحفيين هما كمان طلعوا كدابين. لا 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 لا، بقول لحضرتك ايه، ما تبصليش بالشكل ده يا عم الشيخ عوف، انا بجد بجد ما اعرفوش ولا اعرف دي انت مين. انت مين؟ بقولك ايه، يلا يلا بينا يا رضا من هنا. قبل ما تمشي قبل ما تمشي عاوز اقول لك تاخدي بالك من نفسك. من ايه طيب؟ ومن مين؟ والنبي انا غلبانه قوي. ايوه احنا غلبانه. بتتلوى وبتتلون وعاوزه تلف حوالين رقبتك. وديني قلتلك ونصحتك. يا مامي يا حرام، انا غلبانه والنبي. انا عرفتها على فكره. عرفتها. مين 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 يا امير؟ نينا. قوليلي يا نينا، الفلوس الكتير دي، الثروة اللي انتي كلمتيني عنها، هطولها ازاي؟ همسكها بايدي ازاي؟ هتبقى ملكك انت، بتاعتك انت يا موحة. طب هاو كام؟ مش انتي اللي هتشتري؟ ما ينفعش يا موحة. واي؟ مش انتي عندك فلوس كتير؟ شور. طب ليه مش تشتري انتي؟ قلتلك ما ينفعش يا بيبي، انا شغالة في نفس المؤسسة اللي هتتباع، بتاعت رفعت بيه زين الدين علي، ولو اشتريت انا هعرض نفسي لسينو جيم وحاجات كتيرة انا مش بحبها. انا طول عمري صاحبة سمعة جد، ومش عاوزة اعرض نفسي واسمي
اسمي واسم بابي ومامي للشبهات. وأنا كمان بخاف موت من الشبهات. عشان كده لازم اللي يشتري واحد تكون له مواصفات خاصة قوي. وانتي شايفة ان انا فيا المواصفات دي؟ شور يا بيبي، انت شيك ولذيذ ورقيق وأمور وغني، وغير انك كمان مش مصري، يعني معاك جنسية تانية. يس، لالالاندي. وبتقول ان عندك فلوس كتير. بس للأسف كل الحاجات دي مش بتاعتي انا، بتاعت مامي. انا هحلها لك يا موح. بليز 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 حلها لي بليز. انا هدي لك الفلوس اللي هتشتري بيها، بس المهم اميرة توافق تبيع. يعني هتعملي ايه؟ بقولك احنا مش عاوزين تفكير قهوج. قهوه؟ قهوه ايه؟ قهوج. مش فاهمه، بس مش مهم، انا هطلب من المحامي انه يخلصني منها، يطردها بره الشركه خالص زي القطط. انت عارفه انت ناقصك ايه. طب ايه بقى اللي ناقصني؟ الخربشه. ما لو انت كنت اتخربشتي قبل كده، لو الدنيا خربشتك كنت عرفت ان اللي انت بتقوليه ده رايي تافه. والله رايك تافه. انت ازاي تسمح لنفسك تكلمني بالشكل ده يا جدعان؟ لا بقول لك ايه، انت هتحمرقي من اولها. طالما وافقتي تطلعي الرحله مع سندباد يبقى توافقي على كل اللي بقوله. طب ولو رفضت؟ لا احنا لسه على البر، وكل واحد يروح لحال سبيله عن اذنك. استنى عندك. ايه عاوزه ايه تاني؟ مش عاوزني اقول للمحامي ليه. نينا دي لو رفضناها من الشركه مش هتزعل، بالعكس دي هتبقى سعيده جدا. ليه بقى؟ اقول لك ليه، لان معاها كل اسرار الشركات والمؤسسات، وممكن في غمضه عين تهج وتسيب البلد، واكيد مش هتهرب كده، اكيد معاها فلوس ياما، وكل الفلوس دي بتاعتك. يبقى نعمل ايه؟ ايه؟ نفكر بهدوء وترون، نسيبها تعمل كل اللي هي عاوزاه، احنا ما علينا الا اننا نراقبها، وفي اللحظه المناسبه هوب نقفشها متلبسها. يعني هي عاوزاك تبيعي، وافق انك تبيعي، لكن انت مش هتبيعي. دي فزورة دي ولا ايه؟ لا، سندباد ما بيقولش فوازير، سندباد بيحل فوازير، ودي فزورة لازم احلها. انا ممكن ابيع لها اي حاجة وكل حاجة يا عماد الا حاجة واحدة بس. انا مش عاوز اعرفها. ليه مش عاوز تعرفها؟ طب خلاص، ايه بقى هي الحاجة الواحدة دي اللي مش ممكن تبيعها لها؟ انت. انا؟ إلا بقى لو كنت أنت عاوز تبيعني. حرام. وديني حكيت لكو، بكرة أقول لكو على قصة جديدة يوماتي، من شغلي ومن رحلاتي هكتب في كل مجلة، وبكرة تشوفوا كتاباتي. شارك بالتمثيل محمد فريد، صلاح عفيفي، متولي علوان، عزة برشون، طارق عصام، أحمد حسن، منى أبو الفتوح، محمود جليفون، طارق دياب، وسهى حزين. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية مدحت عبد العظيم ومهاب مروان. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. المنتج الفني رايت ماركتينج. إنتاج ميديا لايت. السندباد عماد. تأليف محمود البزار. المخرج المساعد شيرين إبراهيم. إخراج حسين إبراهيم.